وفي جيبه سبع لفات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير أعزائي المشاهدين أينما كنتم من المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج والوطن العربي ومن كافة أنحاء العالم. أنا عبد الرحمن الكليب أتيكم في فقرة مسابقة الطاقية، هذه الفقرة المصاحبة لبرنامج الروشن مع نجوم مبدعين متألقين، 15 شخص مقسمين إلى ثلاث مجموعات، البيرق والشلفة وشداد. من خلال هذه الفقرة يوميا التي تأتيكم الساعة 9:30، من خلالها يجمعون فيها مبالغ نقدية ستضاف إلى أرصدتهم، من خلالها سنتعرف على المجموعة الفائزة نهاية هذا البرنامج. في مسابقة الروشن سريعا نعيد لكم الآلية، 15 طاقية تعرض يوميا على الشاشة، وكل طاقية تحمل سؤال شعبي أو سؤال تاريخي أو مثل شعبي أو تكرار الجملة أو تحديات أو صورة، من خلالها يجمعون فيها المجموعات النقاط. بالأمس تفوق فريق الشلفة ب 12750 ريال، فيما كان اشداد ب 500 ريال ماينس، وأيضا ذهبت لفريق البيرق ب 3500 ريال. اليوم بحضور أبو تخيل ممكن البرنامج، حياك الله ابو تخيل، يا مرحبا، خليك استريح الله يطول. والحين قبل نبدا مرحبا يا هلا، حياك الله فلاح، يا مرحبا طيب، يا مرحبا شك طيب، كيف حالك عبد الرحمن؟ يا مرحبا، ايه شلونكم طيبين؟ تفضل بس لا تشوف الورقه هنا، ايوه عطونا الكاميرا خلونا ناخذ صوره معه. بسم الله ما شاء الله، انا جاي اسلم عليك فقط، انت تسلم علي وانا اشوفك بحلاك الجميل يا حبيبي. حبيبي طيب، هلا كلكم انتم تسلمون، ترى نفس البالطو كل يوم يقلب جاه. اللهم لك الحمد. اضحكوا جماعة الخير. طيب بالنسبة لي خلونا نبدأ. طيب شباب، عند علي هادي والشباب، وأيضا اليوم ذكرنا احنا لكم حلوى الدار العمانية الله يعطيهم العافية، قدموا لنا ويوميا حيقدمون لكم حلوى، خلونا نشوفها. بسم الله ما شاء الله، عطى زوم يا ما شاء الله تبارك الله. هذه الحلوى، هذه الحلوى نبي نتقهوى عليها ابو تخيل الحين ان شاء الله. تمام، خلاص نقول معلومات عنها، اجلسوا وتقهووا وخذوا راحتكم. طبعا الحلوى الدار العمانيه عنده واحده هنا ابو تخيل. يلا انا شفت كيف يلا الان الارقام الحسابات لحلوى الدار العمانيه على الشاشه، بامكانكم اعزائي المشاهدين تطلبون حلوى الدار العمانية. هم طبعا هذا براند من عمان، الحلوى عمانية، ولكن الآن موجودين هم بالسعودية ومصنعهم بالسعودية. بإمكانكم تعطونا بس هنا الكاميرا، أيوة، بإمكانكم أعزائي المشاهدين تطلبون من داخل السعودية بالأرقام اللي تظهر على الشاشة. حلوى الدار العمانية عندهم هالحلوى بجميع المقاسات بجميع النكهات، أيضا جالسين يلبون احتياجاتكم في كل مكان، للأعراس، المناسبات، الحفلات الخاصة، أيضا جالسين يقدمون الحلوى ب يعني أشياء مميزة. ما يميز حلوى الدار العمانية، خلونا بس نسمع شباب، ما يميز حلوى الدار العمانية شباب إن عندهم حلوى بالزعفران، حلوى باللبان العماني، حلوى بالعسل السدر العماني، وجالسين يقدمونها. ممكن ايضا هذا نوع من الحلوى اللي جالس يقدم. يا سلام، ايوه تعالوا انا اعطيتكم هنا زوم، ايوه يا سلام، طالع هنا، ايوه شوفوا بسم الله ما شاء الله، شغل فاخر من الاخر. تقهوى ابو اكل منها كذا، اي ما في مشكله خذ راحتك، الله يطول عمرك، هذه عارفها ممتازه، انت الممتاز يا ابو تخيل، سامح بكم يا زلمه، والعمر الثاني ياخذ الحلوى من عندي ليه؟ لاني حبيته يعني ثقيله، اقول اخذ الحلوى يا اخي، لا بس ثقيله خلاص لا تقول لي اخذها، أو كان بعد ما نطلع من الحلقه ان شاء الله، فيها ان شاء الله في شيء حلو، شركة معينة ما نبي نقول اسمها، ولكن بقول لك عنها إن شاء الله إذا طلعنا من الحلقة، ونرتب مع الإدارة إن شاء الله راح يكون في تعاون، أما فطور ولا سحور شيء مرتب على كيف كيف. حلو حلو يا سلام. طيب أيضا اليوم عندنا سؤال نزل على الشاشة عشان نبي نبدأ، تأخرنا والله. حلوة طيب صدق، إذا نزل السؤال شباب على أيوه سلام،
نزل